مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر والعطش في داخلي مخلب وناب، انهش بروحي اصرخ وانا اصرخ يا مطر، وانا اصرخ يا مطر. الدفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بتخري غوازي الى تقول بس يا معاه. يا معاه يا طار طال عمرك يا قوم عن قومي بطر بطر خير
السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صرت الهبطة؟ هويش تشتري فتاكات؟ بعد كبار هس المزاح اللي كنت تقوله كنت داخل تضحكنا وطالع تضحكنا. كان البيت متروس بالفرحة والضحكة، وكنت انت فرحة البيت. ما تقل عن اخوك واختك. متى بتبرد فؤادي؟ ردينا. ما بيبرد فؤادي لين ما اشوفك مع بنت الحلال. ما الله يخليش، بس نعد من هالسالفة. يا ولد حرمتك وولدك راحوا بقضى الله وقدره، هذا رزقك منهم. يعني وافقت ان قيدت المزارع؟ اب من خاطري، هلا عمك فايل وخالك مبارك هم اللي يلحوا علي، وبعدين حالة اخوك هي اللي خلتني اوافق. ابا يرتاح ويغير مكان الحزن اللي ذابحنا. ها يعني اب علشان خالك قال نقيد في المزارع بعيد عن الناس. ها بشر بكم بعت التيس؟ الله بلاني بواحد شري قاص لا يقبض من رقبتي يوم قلت له التيس ب 100 ريال واتهمني اتهام باطل. اوين انا السبب في ارتفاع اسعار اللحوم في السوق. ما بغيت اقول انه هذا التيس ما حالي حال حرمتي، تعرفي علشان لا يجيب اسمك في هكذا اتهام، وعشان كذا رخصت السعر وحسيت انه لازم نوقف وقفه انسانيه، وعلشان كذاك انا بعت التيس ب 50 ريال. الله يفقرك فقر، ب50؟ بعت ذاك التيس الداهية ب50 ريال؟ لحقوني لحقوني بموت يا ابن سكتة قلبية. فقرني يا معو فقرني، الله لا براك دنيا وآخرة يا يمعو، الله لا براك دنيا وآخرة يا يمعو. دوكم دي أنا معذب عمري وبايع ليش التيس. أنا اليوم طلعت زكاة الفطر شغوة كل سنة، وباكم تساعدوني علشان وزعها للأهل والناس المحتاجين اللي نعرفهم. وبقيفر وسعد هم اللي يتولي المسؤولية، وإذا عندكم أسامي ما نعرفها قولوا علشان نساعدهم وربنا كريم. أبوك يعرف إن عندك مشروع وما يبي يشغلك بأي شيء ثاني. يوم ما يبي يشغلني حويش رزني وسطهم عشان يحرق دمي. سعد تعال يا ولدي لسنا عدالي تعال. سعد هو اللي بيعيد أمجاد يدنا العود. سعد رحمة الله عليه، سعد كان أحسن حلاو في البقعة دي كلها، وحلواته كان يضرب بهالمثل في عمان وخارج عمان. وعشان كذي أنا قررت أبني مصنع عود وتحت إدارة سعد. تصدق عاد سعد طول عمره يحلم يكون عنده مصنع عود، وأكثر من مرة قال لي إن هو وشريكة يفكروا يسووا مصنع حلوى صدق، ما ذاك المحل الصغيرون اللي يقيس عرس ولا عرسين. حلمك هو حلمنا، وخلي عنك شريكك هذا، المصنع هذا للعائلة وتحت إدارتك. من باكر تودك شغلك وتتفرغ حمشروع المصنع. أولا أنا ما أقدر أتخلى عن شريكي الحين لأن ريال مخلص ساعدني
ووقف معي يوم فكرت اني افتح محل يدي. صحيح انه كان محل كبير ومشهور وله اسم في عالم الحلوى، لكن من مات يدي الين انا فتحته مرت سنين طويلة. ثانيا انا ما اقدر اتخلى عن وظيفتي الحين. وذاك اليوم ما قلت لي افكر استقيل عشان اتفرغ مصنع الحلوى؟ لان الوظيفة الجديدة غيرت تفكيري. عمي انا اشكرك على مبادرتك، وتأكد ان سمعة يدي امانة في رقبتي، والمصنع اكيد بيستوي لكن في الوقت اللي يناسبني. لا أظن يا ولدي إني ما حاس فيه، أنا أتقطع عشان قلبي يعورني إني سكتت عن حقك، لكني ما بقصر فيك يا ولدي، ما بقصر فيك. الله يعين ويساعد يا رب، منك التدبير يا الله، منك التدبير. من هل بنجيب للعيد؟ البيت خلي ما في شيء، وانا محتاجه ملابس جديده بعد كل الزور اللي سويناه. هالايام زور المشاكيك الى سوق مع كمين ريال من بيع السمك، الحمد لله اتدبرت الامور. باكر بنمشي انا وانت السوق واخذي كل اللي تبينه. اما انا وداود سدنا دجاديش عيد العود. المهم انت خلي هذه الفلوس كلها لك، خذيها بنت. يا ابو قيفه وش ناوي تسوي؟ سعد رفض عرضك السخن، على الاقل لو كنت قايل لي على فكرتك كنت بوفر عليك الاحراج، لاني اعرف سعد واعرف انه ما كان بيوافق على فكرتك. تعرف حويش؟ لان هو بعد تربى على حريه الاختيار. قيفه يوم ما يباك تسوي له المصنع برايه البركه فيك وفي اولادك. كذي يا سعد زعلت عمك؟ وحويش يطلب مني هالطلب يوم وصلت للي احبه. وعمك يعرف انك تحب تفتح مصنع حلوى؟ انا حاليا ما اقدر اتخلى عن وظيفتي لانه طموحي كبير، وفي نفس الوقت عندي اللي لبي طموحي في محل الحلوى. ما في بارض، سوي اللي تبغى. بس فعلا التوقيت كان مفاجئ. حوش اليوم هو دايما يتباهى ويتفاخر ان حفيد احسن حلاو في الباطنه، وعمره ما فكر انه يسوي مصنع حلوى او حتى يخلي اولادي يديروه. يمكن عم يتضايق لاني بودر الشركه الاوليه. صح، يوم انت اتصلت بي انا كنت في بيتهم وكانهم اتضايقوا من عرفوا بخبر شغلك في الشركه الجديده. من هم؟ عمكم ووالده جيفر
هي هي نظرة عيونهم من قال سعد ما أقدر. نعم 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 حويش على كيفك؟ لا حمصلحتش يا حلوة، لو ذبحت العنزة الباقية وش بتستفيدي؟ حويش انت ما عارف ان باكر العيد ولازم نذبح ذبيحة؟ هذا عيد صغير ما عيد العود عشان نذبح، وحويش نذبح بس حال فشرة اهلنا فيهم الخير وما بيقصروا. انت شل اولادش وروحي عند اختش وانا بعيد عند ابوي. الى متى بنتريى شريفة وابوك يلبونا طلباتنا؟ الين احصل وظيفة. خذها من قاصرها، انت ما تبى تشتغل، يعيبك الزاهب مقيولة، اللي ياكل الزاهب قليل المذاهب. انا غلطان اللي خليتك تبيع التيس، انا ناوية اشتري بيه ذبيحة ارخص والباقي ادبه ربه عيد اولادي. ما كنت تعرف انك بتبيعه بقيمة ارخص؟ لا وبعد ما اخذ على دلاله ما يحتاي غادي شفاطه. احترم نفسك يمعة، خليك من طولة اللسان. اذا شريفة قادرة تسكت اولادها عن بيت ابوهم في الايام الجاية ما تعرف ايش الله بيقدر فيها. احسن لك تصير تشتغل وتبني لي بيت. خف عنك هالكذوبات، ما لقيت شغل وما لقيت شغل. اقول لك انت هات اوراق ولدك وعقبها بنخب عند الوالي وبندخل عليه وبناخذ معه رساله ولا اثبات انك انت رجال ما تشتغل ونبالك راتب ضمان لولدك. ارفع انت ارفع ارفع ارفع. اقول فايل الحين انت حد قال لك اني محتاي؟ تسمع انت تسمع، كيف ما محتاي وانت تدور سلف علشان تعالج ولدك؟ اوين اني ما محتاي؟ الحين انت ما محتاي وولدك هذاك اللي طايح في بيت مريض، وبنتك هاي اللي توه الحين متخرجه من الثانويه ويا ريت انها متزوجه وبتساعدك وبتشلك. فكر في الموضوع يا اخوي فكر. خلني عنك الهري انت، وان شاء الله بنت فاكر عقب العيد. يا حي كل عام وانت بخير. مبارك العيد حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير. ايامك سعيده. عيدك مبارك. عساكم العيدين. يا سلام الله شر وهي الحلوه. احلى بخور. يلا ضربت عمي. يلا. ها؟ سيف. تساعدك. قوم يا ولدي قوم، تبع أخوك سلم على عمك. كل عام وانت بخير. انت بخير. كل عام وانت بخير. بخير سعد. كل عام وانت بخير.
وفهد صبحك الله بالخير ابو فهد. اليوم عيد وفي العيد الناس تتحال وتتبارع. يمينك جيفر يلا اما طلع على ذي الطرف وين اعرفك ايش تبى تقول. هذا ولد عمك مبتلي فيه الله لا بلاكم. كلنا ابتلينا به، لكن ايش تبغى نسوي؟ خلينا حين نكون احسن منه. انت وقاسم ما عليكم كلام، واعرف انه هو اللي يطاول عليكم، لكن اني ادبه وناشب له في بلعومه اني وقاسم وانت احسن منه. اذا مرعي ما يذكر الطيب والاحسان والمعروف اللي احنا نسوي فيه فربنا بيسخرنا غيره. هبشرط ان مرعي هو اللي قازي معروفنا بمعروف. ها اقتنع ولا ازيد؟ اشوفك وايد مهتم في اللوادم، ليش ما تقول الكلام لعمرك؟ ليش؟ يعني انا زعلت حد؟ هلك ليش انت ما تبى تراضي هلك؟ وليش ما تبى تقول من هم هلك؟ انا قلت لكم من يومها ان انا ما عندي اهل، وانكم انتوا اللي اهلي، انتوا اهلي وناسي. وهيش درانا، يمكن هلك مثل حالتنا الحين. حمود صارنا نترياه من زمان ولحد الحين ما بين ولا نعرف لهين يكون. يمكن حالته مثل حالتك، فقير ولا تعبان ولا حالته صعبة. وهذه أملاك تسمع لك حسك، ألوف مؤلفة. أنا ما ينتظرني غير بيت متهدم ويمكن خذوه بعد. تصدقوا؟ تصدقوا إن مرحي في يوم من الأيام طلب مني إني أخلي عمري حمود؟ طلب مني إني أجيكم وأقول إني أنا حمود عشان تعطون الورث ونتقاسمه أنا وياه. تصدقوا؟ هذا لو واحد ما عنده ضمير غيرك بيسوي شراءته. قاسم ضميره حي لكنه انظلم. بس اقعد يا فاي، بس عذبت الريال. أتروح أروح شايط؟ هذا المضبح احترق والسبان كل كلامكم انت ولي سوالفكم.
السلام عليكم. عيدك مبارك عمي. عيدك مبارك. عيدكم مبارك يا ولادي، عيدكم مبارك. ما شاء الله صلينا على النبي. الله يبارك، الله يبارك. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ما بيني وبين الشيء، بالعكس انت حرمه حشيمه وبنت ناس احشام، واخت شريفه الا حالها هي بيتها في الحاره. لكن انا ما الي خص في اللاكن، واللي ما تحب تجيب طاريها. دياب طلب من يمع ياخذني وصرف على عرسنا. هذا ما معناه ان دياب بيأثر علي. انا حتى بيته ما ادخل الا في المناسبات واكون مع اختي. دياب فعل خير بعد ما اتطلقت من واحد لا في ذمه ولا ضمير. لبسني ثوب اللاش اللي عمري ما لبسته. كنت مستعدة أسوي أي شيء عشان أختفي، عشان ما أسمع سؤال في الاستوالي. الكل يعرف إن ما عليش حكي. الحكي ما صعب، لأن أي حد ولأي سبب يقدر يشوه سمعة أي وحدة. والأصعب إن الوحدة منا يوم تختار تختار الصح. حتى الاختيار الصح صعب، صعب وايد. وبعدين استسلميت حالنصيب اللي الله كاتب لنا، رضيت به. علشان كذي ذياب سكت كل لسان يوم زوجني يما. عشان ما تنسي معروفة، ذياب عند الحل لكل مشكلة، هو مشكلة المشاكل. أصلاً ذياب هو اللي مرضش زواجش الأولي، وهو اللي طلق شريفة من قاسم، وهو اللي كأنك تتكلم عن واحد غير ذياب. سأحرنكم هذا ذياب كأن بحد عن أموت البر. كل واحد يعرف أنك أنت الوحيد اللي تكره ذياب. بس اليوم يوم عيد وما بنقضي في الحكي عنه. أنا يا صف النفوس، رضاك علي وعلى يمعة بيفتح قدامنا باب الخير. شفتي شفتي، طار طال عمرش. يوم الكل عرف اني ما ذبحت حال عيد، كل واحد يزقرني من صوب علشان يعطيني قطعة مشوي. شوفي لو كنا مخسرين ذبيحة ما قماحة. تعال 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 ذوقي. لا أحسن، توني جاية من بيت عمي، كليت أنا وولادي نقلنا بس. كليتي وما يبتيلي؟ ومن همش هذا؟ اللي تحاول تكرهني فيه وتكرهها فيي. أبوي؟ ومن هذا اللي تروحي له؟ ما تعرف إني أنا ما أكلم ولا طيقة لا هو ولا أولاده، والسبب إني معترض على حبي ليش؟ عمري الشيقي؟ لا ما اعرف. اللي عارفه انك ما تخوز من بيت ابوك، تيجي تكذب علي وتقول العكس. على بالك ان انا ما اعرفك ولا اشوفك؟ سمعيني، من يوم وساير اذا رحت بيت ابوي مره ثانيه بحش ريوش حش، فاهمه؟ عمي قال لي ان انا ما قاطعه ولا اسمع كلامك حتى لو طلقتش. هذا اللي قاصر تكشفني، لا يكون ابوي سواها وخبرها على الاشياء اللي في حجرتي هناك. اعرفها تبى تتصالح مع ابوي عشان تعرف وش اللي في حجرتي. تناسي في ليلة العيد الخل نادي خليلة، وقلبي مجروح جرحين ودموع عيني سيلة. ريحة شيء من زمان ما طبخته. ليش اللي ذكرك بهالطبخة؟ ايه يا بنتي ايه، ابوك ابوك قديم قديم وايد بالقبل. الخل عماني من احلى الاكلات في ثاني ايام العيد،
هذا مع العيش الابيض الله والمشاكيك في الباطنه الله. هيش تبيني اقول لك يا بنتي؟ هيش تبيني اقول لك؟ وهين بالضبط في باطنه؟ في الصحه. المهم كبي لي شويه في معون زين. ترى خالك مبارك تلاقيه مذهب العرسيه والمضبي، لكني بدخل عليه بهالخل. يا سلام، بتستوي احلى اكله في احلى يلسه في احلى عين. المهم انا بمشي اتلبس اللي انت تخلصين زين. قبضي. عيبتني طريقتك في توزيع الزكاة وتسليمك المساعدات للناس المحتاجين. لازم تكون جنبي. بكون جنبك غصبا عني، بس بمسافة ما تلوثني ولا تعذب ضميري. أنا أبوك، أنا أبوك يا جيفر. لازم توقف معي وتساعدني وتكون تحت عيوني مثل ما وعدتني. وعدتك قبل لا تخبرني بالزلزال. عموما انت ابوي قبل اللي قلته وبعده. وش اسوي؟ هذا قدري، قدري اني اكون معك غصبا عني، لان اللي انت فيه وضع غلط غلط. بس ابوي، كل اللي في راسي انك ابوي. انا غلط، انا صح، ما اعرف وايش بسوي وايش ما بسوي، ما اعرف حياتي، حياتي صح ولا غلط وكيف بتمشي، ما اعرف. هذا هو مكتبك يا سعد، تفضل. شكرا استاذ. إن شاء الله يكون عجبك. بس أكيد عجبني. تمام، والحين جاء وقت الشغل. هذا ملف عقود السيارات المستأجرة.
هذا ملف الأراضي والعقارات اللي استأجرتها الشركة. هذا الملف بالذات يا سعد له علاقة بيك. أنا لما عرفت أنك متقدم للوظيفة كنت متردد في البداية، لكن لما سألنا عنك وعرفت عن نزاهتك وأمانتك في العمل راح التردد. لما تقرأ هذا الملف بتفهم قصدي، لأنك الظاهر ما عارف شيء عن الموضوع. أي موضوع؟ خذ راحتك في الملف وإقرأ زين، بس لا تحابي حد على حساب الشركة، مفهوم؟ عن إذنك. يا سعد يا ولدي طمني، كيف الوظيفة الجديدة؟ ما عندي يا عمي ما عرفت شيء، توني إلا داخل الشركة. أنا متأكد يا ولدي إنك بتفهم هذا الشغل كله خلال مدة بسيطة. أنت تربيتي أنا. الله يخليك هذا يا عمي، الله يخليك، أنت الخير والبركة. صدق عاد أول ما دخلت ناولني المدير العام لفيت، كل واحد أكبر عن الثاني، الأول عن السيارات والثاني عن الأراضي والعقارات. يعني من أول يوم بدا الشغل كده، الجماعة هني ما عندهم مزح أبدا. عمي عمي تسمعني؟ أسمعك أسمعك يا ولدي. اسمح لي أنا عندي شغل، بكلمك بعدين. مع السلامة. نعم. السلام عليكم، كيف حالك سعد؟ ما عرفتني؟ أنا سليمان، أنا الدكتور سليمان. في الحقيقة كنت أريد أكلمك موضوع. تفضل دكتور سليمان، أسمعك. عفوا دكتور، الظاهر أنك ما تعرف أن أختي مخطوبة وعلى وشك انها تتزوج. من فضلك دكتور، اعتقد الكلام في هذا الموضوع غير مجدي. الموضوع محسوم من زمان، والتأخير قرار العائلة. افكر في ويش؟ ما تعتقد انها سما دكتورة وتعرف مصلحتها زين؟ مع السلامة دكتور. تعرف الحالات اللي نعيشها في المستشفى الناتجة عن الأمراض الوراثية؟ لا تشيل ببالك، على فكرة دكتور سليمان إنسان وايد وايد طيب، بس هو ما قال لي هالكلام إلا من خوفه علي. خلاص مع السلامة. Thank you.
يدورك يا قيفر. نفس هذا الملف صار عند سعد. سعد الحين استوى مسؤول عن عقود الاستثمار في الشركة. سيارات وعقارات. وهذا اللي كنت خايف منه. الحين يدورك. يدورك اللي كنت حضرك له من زمان. كل هذه الأوراق قانونية ما فيها شيء، وهم ما يعرفوا عنها شيء. أنا أصلاً ما أبيهم يعرفوا شيء. بس هذا حقهم. أنا جايينك هني علشان تقولي هالكلمتين. أنا جايينك علشان تشوف الحل. المصيبة اللي يعرف الحين سعد، وسعد معروف في حياته ما ضم سر. الموضوع معقد يا أبوي، ويبالى تصريفه محكمة. خليني أفكر. بس يكون تفكير سريع وفعال. إن شاء الله يا أبوي. غصباً علي بساعدك عشان هالبيت واللي فيه. كان عندي بعد نظر يوم خليت فيك الثقة. إن شاء الله ما يخيب ظني فيك أبد يا ولدي. هذا الولد مشكلة عويصة. مرات يطمني